عايزين الحاجات بقى تفضل سخنه وكده. انا اول مره اشوفها في حياتي. لا انا كنت بشوفها في اليابان والصين واسيا عموما، بس في كمان في الكيتشن اللي هو الامريكان وكده. بس في السفره دي صعبه. انت عارف عاجبني ايه كمان؟ المرايات وال حلوين قوي. الديكور عندكم رهيب بجد بجد. ثلاث الوان حلوين قوي. حلوين فكره حلو. كان عاجبك السرير ده؟ ده كان عاجبني فعلا في الحالتين. ده في دلوقتي مثلا في حركه كده هنا دي كده مثلا. ايه ده حلو قوي. لا حلو قوي بتلف من بره حلو قوي. طبعا البيت جوه الدريسنج ده الظهر بتاعه معمول رخام. حلوه الفكره برضه دي. وخشب. بص الهندس خشب عشان الستايل الاسلامي. حلو قوي. عجبني قوي الجولد والاسود ده. هي في الجنه كده. هي في الجنه كده بالنسبه لها طبعا. ده احلام. اسعار. انتوا بتهزروا. الدنيا كلها بتغلى ولا ارت هاوس؟ لا الدنيا عندهم مش اسعارها غاليه. الدنيا عندهم بتاخد كواليتي وبتاخد حاجه شكلها حلو وبتاخد حاجه هتعيش طول العمر بسعر لا يقارن بصراحه. وافكار جديده. وافكار جديده. بحب الافكار الجديده قوي. بحب الحاجات الكريتيف عامه. ده هيبقى فعلا من عندنا احنا ريكومنديشن لاي حد بيسالنا ان هو يجيب حاجه منين جديده وسعرها كويس. هيبقى ارت هاوس. انتوا تدخلوا ارت هاوس هتجيبوا كل حاجه من A to Z بجد جوه. مش محتاج تروحوا مكان تاني.